لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرة الغفلة. فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها، ثم انتقل إلى منزلة العزم، وهو العقد الجازم على المسير، ومفارقة كل قاطع ومعوق، ومرافقة كل معين وموصل. وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه، وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة، وهي تحديق القلب نحو المطلوب، التفكر الذي مدحه الله عز وجل في كتابه لقوم يتفكرون. يقول: تحديق القلب نحو المطلوب، وهو الاستعداد للدار الآخرة. المطلوب رضوان الله عز وجل والقرب منه في الدار الآخرة. يقول: الذي قد استعد له مجملة، ولما يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه فيفكر ليزداد حرصا في هذا المطلوب واهتماما به، ثم يتفكر بعد ذلك في الطريق الموصلة إليه. يقول: فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فجعل الله سبحانه وتعالى البصيرة فريضة من الفرائض لكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعه أيضا يدعو إلى الله على بصيرة، أو هو على بصيرة ومن اتبعه كذلك، ولا هو يتبعه على الدعوة إلى الله. فالبصيرة فريضة من الفرائض، سواء كان في الدعوة إلى الله عز وجل أو في كل أمر من الأمور. قال: أوجبت له البصيرة، فهي نور. ما هي البصيرة؟ نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. هناك بصيرة في عدة أمور، من أهمها البصيرة في الوعد والوعيد، النور الذي يقذفه الله في القلب. كما أن العين ترى إذا جعل الله فيها النور، فالبصيرة بالنسبة إلى القلب كالنور بالنسبة إلى العين. لكن هذا القلب ينتبه إلى حقيقة الوعد والوعيد، ينتبه إلى معاني الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار، وما أعد الله في الجنة لأوليائه وما أعد الله في النار لأعدائه. يبصر ذلك أنه يراه ويوقن به ويستحضر قربه ويفكر فيه كثيرا، وهذا من أعظم أسباب الإخلاص ومن أعظم أسباب طلب الدار الآخرة، أن يفكر الإنسان كثيرا ويستحضر مشاهد القيامة. يقول: فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. أبصر قلبه الناس، يستحضر ذلك دائما ويكثر من ذلك، بدلا من أن يفكر في شهوات الدنيا، بدلا من يفكر في صراعاتها وتنافساتها، يتذكر رحيله عن هذه الحياة، وبسرعة تمر فترة البرزخ، وبسرعة يخرج الناس من القبور مهطعين للدعوة الحق ولداعي الحق الذي أمره الله عز وجل أن يدعو الناس إلى القيام لرب العالمين. فيبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين، أي مسرعين،
إلى الداعي، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. قد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا الموقف في مواطن متعددة من القرآن. قال: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكما في قوله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ولو شرعنا في ذكر الآيات التي ذكر الله عز وجل هذا الموقف لكي يستحضره القلب، وذكر سبحانه تفاصيله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيله ما يجعل الإنسان الذي يسمع ذلك كأنه يراه. يقول: فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء. قال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال في تنزيل الملائكة: ونزل الملائكة تنزيلا. قال: وقد أشرقت الأرض بنوره، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء. قال: وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب عن قرب، وكثر العطاش، وقل الوارد، قل من يرد إلى الحوض فيشرب، ونصب الجسر للعبور، ولز الناس إليه، دفع الناس إليه. الجسر على ظهر جهنم، كأنه ضرب على ظهر جهنم كأدق من الشعر وأحد من السيف. لز الناس، دفع الناس إليه ليعبروا، ولز الناس إليه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه. هناك ظلمة دون الجسر، تقسم فيها الأنوار حسب الأعمال، يعطى كل إنسان نورا بقدر عمله،
في الظلمة التي تكون دون الجسر قبل الصراط، ثم ينطلقون ليمروا على الصراط حسب النور، فإذا وصلوا إلى الجسر طفئ نور المنافقين، نعوذ بالله. فعند ذلك يقول المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هناك من نوره كالشمس، وهناك من نوره كالجبل العظيم، وهناك من نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. قال: والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف الناجين. يستحضر هذه المشاهد، يفكر فيها كثيرا حتى كأنه يراها، فعند ذلك يتحرك قلبه بعيدا عن الدنيا. يقول: فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها، إنها سرعان ما تزول، ويرحل الناس عنها أو ترحل عنهم في حياتهم، ثم يرحلون عنها بالكلية، وأما الآخرة فهي خير وأبقى. فينظر إلى مدى صغر الإنسان زمانا ومكانا، وينظر إلى سعة الآخرة وأبديتها، يفكر في هذا كثيرا حتى يرتحل قلبه عن طلب الدنيا. يقول: فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب، يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين، فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل، يتيقن أنه إذا عمل بما جاءت به الرسل من الطاعات انتفع ونجا، وتضرره بمخالفتهم، يتحقق أنه يتضرر إذا خالف الرسل. وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. قال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة، إما بإيمان وإما بعيان. ما خلصك من الحيرة إما بإيمان صادق باتباع ما جاءت به الرسل والإيمان بالغيب، وإما بعيان، والحقيقة أن المعاينة إنما جعلها الله عز وجل لبعض رسله الكرام، وما آمن أحد أفضل من إيمانا بغيب، وإنما يقترب اليقين أحيانا كأنه يعاين، فهذا أكمل درجات وأحوال المستيقنين. والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. البصيرة في الوعد والوعيد هذه التي تكلم عنها رحمه الله، يرى ما يرى بقلبه ما وصف الله عز وجل من الجنة وما فيها والنار وما فيها. أما البصيرة في الأسماء والصفات، يقول: فهي أن لا تأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. العقيدة الصحيحة أساس البصيرة، أن يؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأنه بدون هذه العقيدة لا يمكن أن يتقدم ولا أن يرتفع. تخيل كده أرض طينية لزجة، هل يمكن أن تبنى عليها عمارة قوية دون أن توضع لها أساس متين؟ لا يمكن. فلو أرض طينية لزجة تنزلق فيها الأقدام، دي أرض الشبهات، أرض علم الكلام، إذا ملأ القلب علم الكلام امتلأت الشبهات التي تصد الإنسان عن التفكر والتدبر، ثم البصيرة في أسماء الله وصفاته. يقول: بل تكون الشبه العارضة لذلك عنده بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله، فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر، يعني لا يتصور أبدا أن يعرض لقلبه شبه التعطيل مثلا، كأنه يقول: كيف يوصف الرب بكذا، بالنزول مثلا إلى السماء الدنيا، كيف يوصف بالاستواء على العرش، ويجعل في ذلك عنده شكا وترددا، كيف تكلم الله بذلك وتكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ في المعارضة ويبدأ في التأويل بعد ذلك والتحريف،
فهذا يكون عند أهل البصائر بمنزلة الوساوس في وجود الله عز وجل، بحيث أنه يستعيذ بالله منها وينتهي عن التفكير فيها ويتوقف مباشرة عن الخوض معها. فهذا هو علاج هذه الشبهات، لا أن يتبعها ويستمر في طريقة علم الكلام الباطلة، أو أن يقع في شبهات التكييف مثلا والتشبيه والتمثيل فيمثل الله بخلق، بل هذه عنده مستحيل أيضا أن يفكر فيها، هي بمنزلة هذه الشكوك، فلا بد أن يقطعها ولا بد أن لا يفكر فيها، فليقل لا إله إلا الله ولينتهي. فهذا ليفتح له باب البصيرة في الأسماء والصفات. العقيدة الصحيحة أن لا تأثر إيمانه بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عقد هذا الأساس في هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه، متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه، تنفذ أوامره في أقطار الممالك في السماوات السبع والأرضين السبع، تشهد أن هذا الملك يدبره الملك القادر سبحانه وتعالى. بهذه المعاني التي استحضرها في قلبه موصوفا بصفات الكمال سبحانه، منعوتا بنعوت الجلال، نعوت الجلال جل عن كل نقص، هي كمال العلم، كمال القدرة، كمال المجد، كمال الحكمة، كمال العدل، كمال كل صفة، هذه هي نعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال سبحانه وبحمده. هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بأمر السماوات والأرض. يفكر في هذا كثيرا حتى يبصر آثار هذه الأسماء والصفات على الدوام، فكل ما يراه من حركات في البشر وفي السماوات وفي الأرض وفي الرياح وفي الأمواج وفي البحار وفي المحيطات وفي الموت وفي الحياة وفي الولادة وفي المرض وفي الصحة وفي العافية وفي الأرزاق المتفاوتة، يفكر دائما أن هذا الأمر كله بأمر الله عز وجل، وأن هذا كله، هذا التفاوت من آثار أسمائه وصفاته. فإذا مثلا شهد موتا علم أن الله هو الذي يحيي ويميت، شهد حياة ميلاد جديد شهد قدرة الله على الخلق، الخالق البارئ المصور، إذا شهد تفاوتا في الرزق غنى وفقر شهد، ليس يشهد مثلا أن هذا العبد أو هذا الشخص حاد التفكير، ذكي جدا، حظه معاه، الناس معاه فلوس بتلعب في إيديه، لا، يفكر في أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لما ينظر إلى فقير مثلا ما يستحضرش بقى أن العبد ده أو الشخص ده مش ما عندوش شغل، ما بيعرفش يشتغل كويس، أو يفكر في أن الله قسم الأرزاق بين العباد، يفكر فيما يرى من ملك وزواله، لا يفكر بأن هذا تخطيط هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا الكبير، وأنه هو الذي أحسن ترتيب جنوده حتى انتصروا وتمكنوا في الأرض أو نحو ذلك. يشهد أن الله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، وهو ما من أحد من يعني إلا ويشهد من ذلك أنواعا في حياته، ولكن لحظات التغير تمر على الناس بعد ذلك كقصة كحكاية، فلان كان له رئاسة وملك ثم زال عنه، ونقول هكذا بكل بساطة، لكن حين كان له الملك كان الناس يتصورون أنه لا يمكن أن يزول، لكن إذا استحضر العبد أن الله هو مالك الملك في كل تصرف، يرى تصريف الرياح، السحاب المسخر بين السماء والأرض، البرد والحر، حتى البرد والحر، يرى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظر الناس إلى ذلك، يقول أذن الله لجهنم بنفسين في الصيف، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فليس الأمر عنده مجرد الدنيا حر وإيه الرطوبة العالية
يفكر المؤمن الصادق دائم الأمر عنده دائم الارتباط بالأسماء والصفات. ولو تأملت في قصص الأنبياء تجد تقريبا يعني في القرآن تجد ان يعني عامة كلامهم دائما ينتهي في النهاية بالارتباط بالتفكير في أثار الأسماء والصفات. إن ربك حكيم عليم كما قال إن ربك عليم حكيم. في مواطن كثيرة جدا تجد أفعال الرب عز وجل هي التي يذكرها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات. واختلاف اللغات، جيب كده الراديو بين محطتين واسمع الدوشة الموجودة دي، وده بيتكلم وده بيتكلم، وتخيل بقى الكون ده فيه أصوات قد إيه، ولكن البشر سبحان الله دايرة سماعهم قد إيه. احنا مش سامعين أقصى من 50 متر مثلا برا، سامعين صوت عربية مثلا، لكن مش سامعين الراجل اللي بيتكلم في الشقة اللي فوق، ولا التلفزيون مثلا اللي في الشقة اللي بعد كده، ولا الناس. ولو الناس سمعت كده يجرى لها حاجة، لو الناس سمعت كل أصوات ما يعرفش يعيشوا. تخيل الأصوات الهائلة مثلا بتاعت انفجارات الشمس، الانفجارات اللي جوه الطاقة بتحصل في الشمس، ولا أصوات الكواكب المتحركة، ولا أصوات الأمواج الهائلة اللي في البحار، ولا أصوات الكائنات كلها، لو إن الإنسان ما يعرفش يعيش. والله عز وجل قد واسع سمعه الأصوات سبحانه وبحمده. فلو استحضر هذه المعاني سيعلم أن الله عز وجل سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. تمت كلماته صدقا وعدلا، كلماته الشرعية وكلماته الكونية. فكلامه الذي أخبر به حق وصدق لا يقع خلافه، وهو في نفس الوقت عدل وحكمة، لم يضع شيئا إلا في موضعه. وكلماته الشرعية كلها حق في الأخبار، فما أخبر الله به عن الماضي وعن المستقبل من أخبار السابقين ومن أخبار يوم القيامة وما يقع من أحداث في الأرض، كل ذلك حق. وتمت كلماته عدلا، لأن شرع ربنا عز وجل هو العدل، لا عدل سواه. يقول تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. أفعال الله بخلقه مما يفعل بهم من هداية وإضلال، من ضر ونفع، من عطاء ومنع، من خفض ورفع، من كل أفعاله بهم عز وجل كلها عدل وحكمة ورحمة وفضل وإحسان على عباده المؤمنين. وسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، وكلها في القرآن وفي السنة. هذه الأوصاف لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. فكما له الخلق فهو وحده الذي يأمر فيهم الأمر الكوني، والمؤمن يعلم أن الأمر الشرعي حق له عز وجل وحده لا شريك له. وله النعمة والفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، فهو الذي أنعم علينا النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، إلى نسأله أن يتم نعمته علينا في الدنيا والآخرة. وله الملك وله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فهو يتصرف في ملكه ويصرفه كما أنه يحمد على كل تصرف فيه، وليس كمن يملك فيتصرف بالسفه فلا يحمد، أو من يكون محمودا على يعني تصوره وتفكيره لكن لا ملك له. الله له الملك وله الحمد سبحانه وبحمده، وله الثناء والمجد، له الثناء الحسن سبحانه وتعالى، يستحق كل ثناء هو كما أثنى على نفسه وفوق ما أثنى عليه خلقه، وله المجد العظمة وصفات الكمال. أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء. الزمان بالنسبة إليه كصفر، بمعنى لأنه عز وجل أحاط بالأوائل والأواخر سبحانه وتعالى. فبالنسبة
إلى اللانهائية في البداية واللانهائية في النهاية. يكون حال الإنسان ماذا؟ حال الدنيا بأسرها يصطلم وجوده، يعني بمعنى أن وجود الزمان بالنسبة إلى هذا هذه الأبدية كلا شيء. فالإنسان فعلا أن الله عز وجل هو الذي جعله يبقى هذه المدة التي يقدرها سبحانه وتعالى. ليس أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء. أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى. وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه، يدل على وجوده ويدل على عظمته، يدل على قدرته، يدل على حكمته، يدل على فضله. وتأمل في كل جزئية من جزئيات نفسك ومن حولك تشهد هذه الأمور. من رحمة الله عز وجل أن سلمك من الألم، فأنت جالس الآن. كم من إنسان عاجز الآن عن الجلوس لأنه متألم، عنده مغص مثلا كلوي يصرخ في يعني مستشفى من المستشفيات، أو عنده ألم بسبب ورم لا يجد له يعني سبيلا إلى إيقافه، وأنت قد عفيت حتى جئت ماشيا على قدميك. أليس هذا من الرحمة؟ أليس هذا من الفضل؟ أليس هذا من الحكمة البالغة؟ أليس هذا من القدرة؟ لا تقدر والله على منع ولا عطاء نفسك شيئا من ذلك. كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا. الباطل يعني بدون حكمة، والإنسان سدى بدون أمر ونهي وبدون حساب وعقاب، هكذا يعيش ليأكل ويشرب ويتناسل ويتناكح، هكذا تكون الدنيا، عشان يتكلم في الموبايل وعشان يركب العربية وعشان يلبس الهدوم الجديدة. بقى هكذا يكون الإنسان، خلق لذلك. سبحانك ربي سبحانك وبحمدك. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا. لما الإنسان يعيش حياته بقى بعيدا عن أن يفكر لماذا خلقت السماوات والأرض، لماذا خلق الإنسان وأعطي هذه العطايا العجيبة العظيمة، أي لكي تظل الحياة بهذه الطريقة الهمجية التي يريدها أعداء الإسلام، وهي حياتهم يعني تنشع من كل جانب بهذه الحياة الجاهلة الظالمة. يقول: بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. إنهم يشكروا النعمة يزيدهم، إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب. دعاهم إلى محبته من باب بيان كمال أسمائه وصفاته، وجبلهم على حب الجمال والكمال. فالإنسان مجبول على حب الجمال، فإذا شهد جمال وكمال أسماء الله وصفاته أحبه، ودعاهم إلى محبته من خلال النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، ودعاهم إلى محبته سبحانه وتعالى بأن أذاقهم من لذة المحبة فوق ما يوجد من أنواع اللذات الدنيوية كلها، فتعرفت قلوبهم على ما فطرت عليه من محبته سبحانه وتعالى. دعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابقة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، يعني أوسع من غضبه. فالمغضوب عليه من الخلق قلة، لا تنظر إلى البشر فقط، البشر من أقل خلق الله. أما السماوات والأرض، السماوات ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، فكم يبلغ البشر؟ البشر لا يعدون شيئا، المخلوقات عامتها مرحوم، إلا
كافر الإنس والجن. يقول: وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها، لأن كتير جدا من الناس لا تعرف الأحاديث الدالة على الأسماء والصفات، وإذا عرفتها لا تفهمها، وإذا فهموها ربما وقعت الشبه التي تمنع منها، وربما لم يتبصروا فيها، لم يقضوا الأوقات في التفكير في معاني هذه النصوص الإلهية القرآنية والنبوية. يقول: تفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها، وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف، لا دخل لهم بهذا الباب، لا يعرفون إلا الشبهات الباطلة، ذلك لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم، عند أكثر أهل الكلام، لأنهم لابد عندهم يبدأ بالشك، وإذا لم يتعلم أدلة المتكلمين لم يكن مؤمنا، رأيت العامة أتم بصيرة من المتكلمين وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.